كده جيت الغابة اللي هاجي واجي قال لي عليها، شكلها جميلة جدا وفيها حيوانات كتير، هروح اصطاد بقى واكل براحتي زي ما هو قال لي. انت طلعت لي منين؟ وانت ايه ده؟ ايه الكائن الغريب ده؟ ده شبه بوب الشرير. ايوه بس ده لونه بينك. ايه ده؟ انا معرفوش. ولو خدت وديت المستشفى دلوقتي ممكن يودوني السجن علشان انا اللي خبطته لو مات. لا لا لا، انا هروح اقول للبابا ملك الغابة، اكيد هو هيفكر احسن مني. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ دي كيسي ميسي. كيسي ميسي حبيبتي عملت حادثة بالعربية. ايه ده؟ دي عربية مين ده؟ ايوه انا عارفها، دي عربية سيمبا. ازاي يا سيمبا تعمل كده وتسيب كيسي ميسي حبيبتي بالطريق كده؟ ازاي ما تاخدهاش للمستشفى علشان تساعدها؟ طيب يا سيمبا، والله لما بعلمك الادب انا هاخدها دلوقتي وهوريك. انت بتقول ايه يا سيمبا؟ حادثة ايه اللي بتقول عليها؟ مش انا قلتلك حاسب وانت راكب العربية؟ يا بابا والله ما شفتها، دي حقيقة كائن غريب كده شبه بوب الشرير، لونه بينك. انا معرفش هي مين دي ولا هو مين ده، بس انا ما شفتهاش والله. يا خبر يا خبر يا سيمبا، انت عارف دي مين؟ دي حبيبة هاجي واجي. هاجي واجي مش هيسيبنا في حالنا يا بابا لو عرف. يا سيمبا يا حبيبي، الحل ان احنا نروح دلوقتي ناخدها ننقذ حياتها في المستشفى. ما ينفعش يا حبيبي كنت تسيبها كده، يلا بينا. ايه ده يا سيمبا؟ ما المكان فاضي اهو، هي راحت فين كيسي ميسي دي؟ مش عارف يا بابا، انا سبتها هنا، يبقى اكيد كان اغمى عليها وقامت مشيت. طيب يا سيمبا يا حبيبي، ان شاء الله تكون خفت وقامت وتكون كان اغمى عليها، بس يلا بقى اركب عربيتك وحصلني. حاجة غريبة فعلا، يا رب تكون خفت ومش حصل لها حاجة. واخيرا وقعت تحت ايدي يا سيمبا. انت مفكر انك هتهرب من العملة اللي انت عملتها يا سيمبا؟ ازاي تخبط كيسي ميسي حبيبتي بالعربية وكمان تسيبها مكانها وتهرب زي الجبان؟ يا سيمبا ازاي ما ساعدتهاش وخدتها؟ انت مفكر ان هي خفت وقامت بالسلامة؟ لا يا حبيبي، انا اللي خدتها علشان اعالجها عشان تخف ولسه ما قامتش بالسلامة. انا اسف يا عم بوب الشرير، والله ما كنت اقصد، انا اسف. يا بو سيمبا يا بو سيمبا، الحقني يا بو سيمبا الحقني. خير يا نالا؟ انت كمان في ايه؟ ابنك سيمبا الصغير مرجعش من الصبح، شكله اتخطف. يا بو سيمبا الحقنا. يا خبر ابيض، يعني مرجعش لدلوقتي، يبقى اكيد بوب الشرير هو اللي خطفه. يا امو سيمبا بوب الشرير هينتقم مننا يا امو سيمبا. يا خبر يا خبر يا بو سيمبا، لازم تتصرف، لازم ترجع لي ابني. ماشي يا حبيبتي اهدي شويه، وانا هروح دلوقتي واشوفه واجيبه دلوقتي ان شاء الله. خلاص يا سيمبا، هسيبك بقى في الحبس بتاعك علشان انت السبب، انت اللي اذيت كيسي ميسي حبيبتي. لازم تتعاقب يا سيمبا، كان لازم تساعدها وتوديها المستشفى يا سيمبا. اي حد لازم نساعده وما تسيبوش على الطريق يا سيمبا. انا لازم دلوقتي انتقم من كل الغابة بتاعتكم علشان كيسي ميسي. ارجوك يا بوب الشرير ارجوك، انا اسف، سامحني المرة دي وطلعني من الحبس. اجروا بسرعة يا حيوانات الغابة، بوب الشرير هجم على الغابة، جاي علينا هياكلنا كلنا. اجروا بسرعة. الحقونا 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 الحقونا. يا نهار ابيض، هعمل ايه دلوقتي؟ بوب الشرير هجم على الغابة بتاعتي تاني ومش ناوي يجيبها البر، اعمل ايه؟ ده احنا في مشكلة كبيرة. انا الحل الوحيد ان انا اتحول لبطل خارق واساعد حيوانات الغابة واقضي عليه. يا سلام على القوة بتاعتي، انا عندي قوة جبارة، هروح دلوقتي علشان اقضي على بوب الشرير. القطة البيضة دي، يا سلام، انا هروح بقى اكلها، شكلها هتبقى لذيذة جدا.
ايه ده ايه ده، انت بتقول ايه؟ ازاي عايز تاكلني؟ ارجوك انا قط صغنون لسه وطيب خالص، ما تاكلنيش. لا انا جعان قوي وهاكلك يا قطوطه. هم 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 هم. ايه ده، مش ده الثعلب المكار؟ طيب طيب انا هاكلك دلوقتي يا ثعلب يا مكار واخلص الغابة منك. ايه ده، يا خبر يا خبر، بوبي شرير ارجوك ما تاكلنيش، ارجوك سيبني اعيش في الغابة، انا الثعلب المكار. تعال لي يا ثعلب يا مكار يا حلو، ناكلك هم الهم واخلص الغابة منك. هم 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 هم. اه ايه ده، انا شكلي كان مغمى عليا فتره طويله جدا ولا ايه؟ انا ما حسيتش بحاجه، ومين اللي جابني هنا؟ اكيد هو بوبي. ايوه انا هروح دلوقتي وافرحه واقول له ان انا قمت بالسلامه، هشوفه بقى فين. انت يا عم هاجي واجي، هو محدش يهمك خالص في الغابه دي ولا ايه؟ هي الغابه دي مفيش فيها ملك الغابه ولا ايه؟ انا هخلص على كل الغابه بتاعتك يا ست سيمبا، علشان ابنك سيمبا خبط كيسي ميسي بالعربيه بتاعته ومش عارف انها حبيبتي ولا ايه؟ انا بعترف ان ابني سيمبا غلطان وكان لازم يعالجها، بس ان شاء الله هي تخف بالسلامه وتقوم. اسفين خالص. كان المفروض يا اسد سيمبا ياخدها يوديها المستشفى، ما كانش يسيبها كده. انا مش راضي استخدم القوة بتاعتي معاك يا بوبي الشرير، علشان انا مقدر الحالة اللي انت فيها، بس ارجوك من فضلك اخرج برا الغابة بتاعتي ورجع لي ابني سيمبا. بوبي الشرير دورت عليك كتير. ايه ده، انا مش مصدق عينيا، انت خفيتي وقمتي بالسلامة. لا 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 لا، هو انت كنت مفكرني مت ولا ايه؟ ما تعرفش ان انا بسبعة ارواح زيك يا بوبي الشرير؟ هو انا هموت واسيبك لوحدك؟ يلا يلا نرجع بقى بيتنا. يلا الحمد لله على سلامتك يا كيسي ميسي، يلا بينا نمشي من الغابة النحس دي، الغابة دي مش حلوة خالص، ما عدناش راجعينها تاني. ابنك هو عندك يا اسد سيمبا، ابقى روح خده. الحمد لله انها ما ماتتش وكانت عايشة، اهو مشي والموضوع اتحل لوحده. هروح بقى علشان انقذ ابني سيمبا واخرجه من الحبس اللي بوبي الشرير حبسه فيه. وانتوا بقى يا اصحابي، اصحابنا الحلوين، حلقة النهاردة لازم نتعلم منها درس مهم جدا، اننا لو كنا السبب في اذى لاي حد او خبطنا اي حد او اي حد اتعور بسببنا، اوعوا تمشوا وتسيبوه، لازم تساعدوه وتودوه المستشفى علشان يخف. وبسبب سيمبا كانت الغابة بتاعتي هتتدمر. يلا بقى يا اصحابي، خلصت حلقتنا، ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك في قناة حواديت موها. مع السلامة يا اصحابي.